دير هذه هكا وندير شويه لافارس تاعي. ونزيد ندير كوتي زوج هكا كيما. السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم ام جمال. اليوم بغيت نحضر معكم محاجب. انا محاجب نطيب نديرهم بالفرينه وطريقه جد مبسطه وسهله. هنا عندي تقريبا رطل تاع فرينه، درت ربع كيسان كيما راكم تشوفوا. ندير هنايا شويه تاع الملح، نملح لاباتيري عادي، وندير لها شويه تاع خميره تاع الخبز تقريبا نص مغرف كيما راكم تشوفوا هنايا. نزيد لها شويه. هنايا درت الخميره تاع الخبز باه الفرينه تاعي ما داليش تقطع لي. ندير هنايا شويه تاع سكر كيما راكم تشوفوا هنايا شيرات. ندير تقريبا زوج مغارف تاع زيت. كيما راكم تشوفوا هنايا شيرات، نلمدها كيما قلت لكم بالمحامي. كيما راكم تشوفوا هنا ندلكها شويه، ندلكها غير شويه ما نكثرلهاش، يا ربي دقيقه ولا دقيقه ونص. كيما راكم تشوفوا معايا الشيرات هنايا راني دلكتها تقريبا دقيقه ولا دقيقه ونص. انا هنايا نخليها تريح، كل وحده والوقت تاعها شحال تخليها تريح. انا نخليها تريح هنايا ساعه ونعاود نرجع لكم. كيما راكم تشوفوا معايا هنا الشيرات خليتها حوالي ساعه هنايا خمرت لي، راكم تشوفوا فيها. نقلعها من البلاستيك تاعها كيما راكم تشوفوا. ندير يديا فيها شويه تاع زيت، ندير غازي هكي من هكا. انا شاه هنايا، انا هنايا ندير كريات غير صغار، انا ما نبغيش نكبرهم غير صغار كيما راكم تشوفوا هكا. دائما نستعين بالزيت كيما هكا. كيما راكم تشوفوا الشيرات هنايا كيما راكم تشوفوا راني قرصتهم ودرت فوقهم الزيت باش ما يديروش هذيك لاكوش ديابسه، ونغطيهم بالبلاستيك ومن بعد نخليهم ساعه ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. درت هنايا في طاجين درت شويه تاع زيت وقطعت البصل كيما هكا مربعات، درتي مقصوب كيما راكم تشوفوا. نحط البصل تاعي نقليه البصل تاعي مليح حتى يذوب شويه، عاود داكشي باش ندير معاه الطوماطيج تاني قطعتها مكعبات كيما راكم تشوفوا. نبريباري لاصوص عاديه وندير لها الماء والملح والفلفل الكحل ونخليها تجمر. كيما تشوفوا شيلات هنا زدت الطوماطيج هذيك مكعبات تاعي، خليت حتى البصل شويه ذاب ونخليها كيما هكا، خليها تطيب في غرضها حتى تولي لي زعما حتى تطيب لي الطوماطيج والبصل مليح مليح. باش ندير هنايا معاها نلحها ونديرها فلفل الكحل اللي بغات الهريسه اللي بغات الجويه حار، غير كل واحد واش يبغي. انا مع ولادي كلشي ما نطيقش نطيب بالحار كيما راكم تشوفوا. نبلع عليها ونخليها تطيب في غرضها ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنايا الشيرات انا هنايا خليتهم واحد الساعه شوفوا كيفاش طلعوا. وبريباريت لاصوص تاعي كيما وريتها لكم، خليتها حتى بردت كاع
ودرت هنايا شويه تاع زيت، ندير هنايا شويه زيت في بلون طرافاي وندي غير بالوحده كيما راكم تشوفوا. نحلها غير بشويه كيما راكم تشوفوا هكا. ندير هذه هكا وندير شويه لافارس تاعي ونزيد ندير كوتي زوج هكا. كما راكم تشوفوا انا هنايا نديرها في لابلاك، ما عنديش طاجين نديرها في لابلاك. ها نزيد معكم وحده ونوريكم كيفاش نطيبها. شو حتى في الحلة تاعها شغل تجي ما تعيش، شغل بالخف ما تتحل معك. انا لافارس تاعي شتو صنعتها غير بالطوماطيش والبصل، كاين اللي بغي يديرها فيونداشي، كاين اللي بغي يديرها فرماج، كل واحد وكيفاش يبغي يديرها كيما راكم تشوفوا. علاه قلت لكم لاباط انا ندير فيها الخميره باسكو ما تقطعليش، نتحكم فيها انا لاباط. شوفوا شيلات انا هنايا، شوفوا كيفاش راني نزل فيها. شوفوا كيفاش نشوفوا هايلين،